بدنا كيلو من كبة نبيل اللي هي كبة حلب، كوب طحينية، لبن طيبة، ربع كوب مايونيز، ربع كوب عصير ليمون، ثوم مفروم وجوز مفروم. بدنا كمان نعنع يابس، بقدونس، بصل جوانح، سماق، زيت زيتون، ملح وفلفل. وهذا الطبق بنفع يكون للفطور وبنفع كمان يكون للسحور. ممتاز، يعني 2 in 1. طيب تمام. نبيل من عيلتنا لعيلتك، معرضنا في شارع عبد الله غوشه، اول طريق المطار، بيفتحوا حتى ساعه الاغلاق. وطبعا زي ما انتم عارفين الفكره الجديده، زرعنا النجتس وطلع البرجر، انتظرونا قريبا جدا. كرما امرا منا لايك على صفحتنا على الانستغرام نبيل فودز، وكمان صفحتنا على الفيسبوك نبيل فودز. موقعنا كمان موجود، فيكم تطلبوا اي شيء بدكم اياه من المعارض، بكون واصل لباب بيتكم مجانا. يا سلام، وبعدين بوصل مبرد يعني مفرز زي ما هو. طبعا طبعا عندنا سياره خاصه وموظفين طبعا. يعني انا صراحه كثير اوقات بفضل لما اكون بدي اشتري كثير اشياء من نبيل هم يجيبوا لي اياها احسن. لا لا، هم بيجيبوها بثلاجات، نحن بالسيارات بنكون حاطينهم بالسياره فبتخاف من الشوب خاصه الدنيا. شوفي، في نصيحه للي بتسوق بالمنتجات نبيل، خلوا منتجات نبيل اخر شيء بتتسوقوه، صح، للاخر عشان تروحوا على البيت مباشره عشان يضل مجمد. مزبوط، ما ندور كثير بالسوبر ماركت ونحن حاملين الاشياء المثلجه. شو بالدنيا صارت؟ طبعا شوب كثير. طيب اوكي تمام. كبه حلب هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن كبه من الارز المطبوخ. كبه رز الكبه الحلبيه. كبه حلب هي كبه ارز والحشوه زبيب ولحم. اوكي، خلينا هي بدي افرجيكم، حبدي افتح لكم حبه. يفتح لكم حبة، شوفوا شوفوا الحشوة الداخلية. سلام، كبة كثير كثير فخمة مصنوعة من الرز. كبة رز وكركم، ومن جوا في لحمة، بصل، زبيب مفروم ناعم، كثير طيبة. طيب أنا هلأ، لأنه نحن قبل كم يوم كنت معك بالحلقة وعملنا كبة الرز. نعم. شو الفرق بين الكبة الحامض اللي عملناها وهاي؟ هذه كبة رز مطبوخة. وهذه كبة إيش؟ هذه كبة رز عادي، يعني مش مطبوخة. يعني بدل البرغل عاملين رز إحنا. اوكي، هاي مطبوخ الرز هذا. هاي مطبوخ. طبعا رز طبعاً. مطبوخ هذيك رز ني 100% طبعا. اوكي. طيب اول شيء شوحت شويه بصل، يلا، وراح اضيف عليه من السماق. ذكرني بالمسخن منشان ما نتاخر كثير في طبخ البصل، بده تقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه، واحنا برمجنا شوي ما فيهوش هالوقت الطويل. فهي احنا هون طبخنا بزيت الزيتون البصلات مع السماقات. عندي طحينيه الضياء، كل بهاراتنا بالمطبخ من الضياء. فيها نضيف طحينية. عنده طحينية إشي يعني شغل معلمين. على فكرة الطحينية عن جد بتفرق من محل لمحل. في ناس طحينيتهم زاكية ما فيها المرارة هاي اللي هي الطعم الصحي المتوازن. بالضبط. وفي شوي طحينية بتلاقي فيها شوي مرار، صح شك؟ 100% حسب شو، إنه سمسم مقشر أو مش مقشر. أيوة أيوة. طيب أضفنا المايونيز، أضفنا من عصير الليمون. مايونيز وطحينة شف؟ نعم. حطيت؟ نعم. نعنع يابس. شوية ثوم صغيرة. والآن بدي أضيف اللبن. طيبة. طيبة إحدى شركات المراعي، مصنوعة من الحليب الصافي. الشركة حاصلة على شهادات الـ AIB والآيزو، صناعات لا تمسها الأيدي تماماً. واكيد الطعم اللي بنحبه طعم كثير زاكي كثير. فمنضيف هاي بسموها السلط او الصوص الطرابلسي. هاي اللبن صوص طرابلسي. نعم. اذا طحينيه، لبن، مايونيز، ثوم، ليمون، ونعنع يابس. بنخلط منيح. بتكون الصلصه كثيفه نوعا ما. اوكي. طبعا الملح هون حاضر. الطحينية بتاكل ملح. طبعا تاكل ملح وليمون. وليمون. شوف هاللون احلاه، طلعي. فظيع. هاي هي الصوص. انا طبعا مجهز الصوص كمان. اوكي. بنحطه على جنب بس. يلا. الان بدنا نسكب هالطبق مع بعضه. اوكي، هي ني الصوص هذا بيكون. طبعا. والله. لانه هاي الكبة ما بتتحمل تنطبخ في صلصة. هاي بتنقلى وبتكون نوع من انواع المقبلات. أوكي. الساخنة. بس انا حبيت اعمل لكم اياها اليوم. يعني تطلع أطيب. أطيب، بس هي طبعا لحالها زاكي متوازنة تماما. طب شف سؤال، انت قليتها ولا شويتها هون؟ ايوه، هذا سؤال عظيم. انا قليتها في زيت غزير على حرارة 180 4 دقائق.
بس ما بتاكل كثير قليل، ما بدها قلي، لا لا، لانه اوريدي اللحمه مستويه جوا. وانت مثلا عندك الاير فراير بتاخذها تقريبا 10 دقائق على حراره 180. اوكي، يعني اللي عنده اير فراير 10 دقائق على حراره 180، اللي قلي عميق على حراره القلي بس 4 دقائق بالضبط. انا هون رايح اضيف اول شيء البصل مع السماق. هاي كبة حلب المميزة والرائعة جدا جدا. خلينا نرص كمان كم حبة من المنتجات الفخمة، لازم تجربيها يا ميس هاي. أكيد جربيها هاي الكبة وراح تكوني كثير فيها سعيدة. طيب الآن حبايبنا، أنا هون عندي صلصة الطحنية. بسم الله. هاي طحنيتنا كمان جاهزة اللي عملناه، بس أنا جهزتها قبل. ما أحلى أحلى منظرها. هاي طبق جميل جدا. عندنا هون الجوز كمان حاضر بالبقلها. بالبقلة طبعا. هاي كمان الجوز تبعنا. أنا اليوم عامل أطباق تقريبا من المطبخ اللبناني. عملت هون دبس رمان. عملت هون دبس رمان طازة. يا سلام. هسا من عصير الرمان. أوه. هاي طبقنا اليوم صار جاهز، والآن بدي أضيف شوية صلصة طحينية للي بيحبوا زيادة. للي بيحبوا زيادة من الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بتعرف طبق مطاعم، طبق مرتب شيف. كثير فظيع. في طبق صوت إشي. صوت إيش فكرة؟ هذا صوت الغاز من الهب. يلا احنا جاهزين. أنا تقريبا خلصت هالطبق. نبيل من عيلتنا لعيلتك، وإن شاء الله صحتين وألف عافية.